شكرا محمد. لو سمحتوا لي اضيف لمعالي وزير الصحه، حضرتك ذكرت الضمانات، وزير الصحه قالت لك بوضوح مفيش حاجه اسمها ضمان مطلق، في جهد نقدر نعمله كلنا، بس اهم حاجه فيه انه جهد جماعي مش على الحكومه بس، يعني اولياء الامور لازم ينفذوا الحاجات اللي طالعه لكم على الشاشه دي، ولازم نعلم الولاد تعمل كده جوه المدرسه وبره المدرسه. المشكله مش بس في المدرسه، مشكله في المترو وفي التوك توك وفي الشارع وفي النادي وفي البيت، فالمشكله في كل حته. فالاقتصار بتاع السؤال على المدرسه، لا، المدرسه جزء من دوره حياه، وبالتالي الحاجات اللي حضراتكم شايفينها جزء من الثقافه والتعليم للولاد والاولياء الامور. واعتقد ان كورونا ليها تاثير علينا، يعني حتى البيسك هايجين او ان احنا نغسل ايدينا بالمية والصابون ده شيء كويس سواء في كورونا او ما فيش كورونا، فكون احنا بنعلم الولاد ياخدوا بالهم من نفسهم، ما يقربوش قوي هما بيتكلموا عموما او وهم الاحتكاك، الحاجات دي كلها جزء ثقافي. طبعا في الاخر احنا هنبذل اقصى جهد، وزي ما قالت معالي الوزيره وفي غرف عمليات فعلا وفي زائره صحيه وطبيب كل ده، وفي السيستم الالكتروني اللي احنا بنبلغ بيه بعض واللي استخدمناه ايام الثانويه العامه طول الوقت، فدي حاجات مطمئنه جدا. بس لازم كلنا نتعاون في السنة الجاية في البيت، الأمهات بالتحديد والأبهات مع الولاد يتابعوا معنا في البيت وفي المدرسة، وإن شاء الله تمشي على خير. يعني أستاذ محمد اتفضل. محمد حلمي، التلفزيون المصري. يمكن احنا من مستوى استعراض الخطة، يعني خطة فيها تفصيلات كتيرة، خطة طموحة، خطة جادة، ولكن سؤالي